فيها مشاكل، والمشاكل ديت ممكن تأثر على تشيلسي. طب عايزين نشوف على مستوى الانتقالات الصيفية بالنسبة للدوري الأسباني، برضو نبص عليها ونشوف بعض الأسماء الوافدة الجديدة وانتقالها إلى الدوري الأسباني. جاهزين يا شباب؟ طبعا بلينجهام طبعا هو يمكن انتقاله من بروسيا دورتموند لريال مدريد طبعا بمبلغ 103، ده طبعا اكبر رقم لغايه دلوقتي موجود. جوندوجان طبعا بعد انتقاله لبرشلونه ده كان مجانا، جريزمان من برشلونه لاتلتيكو مدريد، وطبعا لوك بادي ده من رين الفرنسي لاشبيليا، وخوسيليو ده اسبانيا من اسبانيول لريال مدريد. شايف ده ازاي من وجهة نظرك، بلينجهام وانتقاله الى ريال مدريد وجوندوجان وانتقاله الى برشلونة؟ دي اهم صفقة، جوندوجان من سيتي برشلونة دي اهم صفقة، اهم صفقة. انا رأيي ان دي هتغير من برشلونة كتير، هيديهم عامل خبرة في نص الملعب، عندهم لعيبة كويسة كتير طبعا برشلونة، وعملوا موسم اللي فات مش وحش طبعا شابتر ديك بدري، بس كسبوا الدوري وكان موسم مش وحش، ودفاعيا كانوا كويسين جدا، دي كانت مفاجأة ان جافي معروف مدرب هجومي طبعا، ان هم دفاعيا كانوا كويسين جدا، دخل فيهم 15 16 جون كان رقم كده. فجوندوجان هيبقى لعيب مهم جدا، هديهم خبره، هيعوض طبعا بوسكيتس طبعا اللي راح هيعوض بوسكيتس، هو مش نفس بروفايل اللعيب طبعا، بس هو الفكره في ازاي بيلعبوا بوكس ميدفيلد بتاعهم، بيلعبوا باسلوب مختلف، هنشوف ازاي جوندوجان هيادابت لده. ولكن انا شايف ان هو موجود عشان يتحكم في التيمبو بتاع برشلونه، يديهم خبره في نص الملعب، هيبقى لعيب مهم. بلينجهام لعيب هايل كويس جدا، بيفكرني مصياله شويه، عندهم حاجات شبه بعض، كويس واحد على واحد، لعيب سريع كويس في نص الملعب، صغير في السن، عنده فكر، هيتطور كتير، بس محتاجين نربط حاجات ببعض. مودريتش جدد عقد، طيب بلينجهام هيلعب فين وامتى؟ تشاوميني راح السنه اللي فاتت لعب كام ماتش؟ مش كتير. كامافينجا لعب باك ليفت طول الموسم. طب ما انا عايزك تقول لي تقريبا اللي انت شايفه وسط ملعب ريال مدريد بعد انتقال بلينجهام، عندك تشاوميني، عندك كامافينجا، في توني كروس لسه موجود؟ لا توني كروس متهيألي لسه موجود، بس بيقال انه هيعتزل، بيقال انه هيعتزل، ولكن وجود مودريتش دلوقتي بتتكلم على 4-5، بلينجهام اكيد هيكون ليه ادوار مختلفه أكيد. بشكل كبير، ما دي الفكره، لان نشوف هيطوروا اللعيب ده هيلعب في اي مركز. كافينجا لعب السنه اللي فاتت كلها باك ليفت، هل هيكمل باك ليفت؟ ما اظنش، متهيألي في الاخر هيرجع تاني في نص الملعب. في وقت من الاوقات هيبقى نص الملعب في رايي بتاع ريال مدريد تشاوميني، كامافينجا، بلينجهام. بس احنا جبنا بلينجهام 103 مليون ودفعنا فيه كل ده، ومودريتش برده هيلعب، لان مودريتش هو لعيب عنده خبرات كبيره، لعيب لسه بيتحكم في نص الملعب، انا في رايي هو اهم لعيب في ريال مدريد، هو بيتحكم في تيمبو ماتش. سن 38 سنه، ها؟ لعيب، بس هو لعيب كبير، طبعا هو لعيب كبير. طبعا اللعيبه اللي زي دي بتعرف تتحكم في الماتش، بتعرف تغير ماتش تماما، ده اللعيب اللي بتعلق ده زي شماعه تعلق عليه كمدرب، تعتمد عليه. طب انت جبت سيرك كمدرب، انشيلوتي وشايف برضه بعض الرومرز اللي بيقولوا ان هو هيمسك البرازيل، بيقول هيمسك المنتخب البرازيلي، شايف دي خطوه قريبه لانشيلوتي؟ هو خلاص اعتقد الموسم اللي كده كده متواجد مع ريال مدريد، ولكن خطوه زي ديت هل في حساباته انه يكون المدير الفني للمنتخب البرازيلي؟ سنه مناسب، لان مدرب المنتخب بيبقى اكبر شويه، فسنه مناسب لده، هو حقق حاجات كتير رغم 4 تشامبيونز ليج، فهو مدرب كبير جدا. ولازم نبص على كل الاطراف، هل ده كويس لريال مدريد؟ لان في رايي محتاجين تجديد، طول ما انشوتي موجود مش هيبقى في تجديد كتير للعيبه اللي بتلعب، لو عايزين نص الملعب اللي قلنا عليه صغير محتاجين تغيير في المدرب، فده كويس لريال مدريد. هل هو كويس للبرازيل؟ ده اللي هنشوفه، لان عمر ما في مدرب اجنبي كسب كاس العالم، وده الهدف للبرازيل، البرازيل راح تكسب كاس العالم، هي مفيش اي حاجه تانية في حساباتها. انشوتي مدرب كبير، بيعرف يتعامل مع ماتشات، بيعرف يتعامل مع الضغوطات طبعا، بس هل هو هيعرف يادابت البرازيل للعيب البرازيلي للفكر البرازيلي؟ عمل كويس مع فينيسيوس، عمل كويس مع رودريجو، صحيح كنت لسه هقول لك، عمل كويس مع كاكا في اي سي ميلان من كام سنه، فهو عمل كويس مع مارسيلو، عنده طبعا تاريخ كبير مع اللعيبه البرازيليه. هنشوف هيأدبت ازاي لضغوطات انه يكون مدرب برازيل، ويكون تالي اول مدرب للبرازيل من فتره طويله جدا، لو مش اول مدرب برازيل يبقى مش برازيلي. فهو كويس لانشيلوتي لانه هيقبض كتير، كويس لريال مدريد لانه هيبقى عندهم مدرب جديد، هنشوف لو كويس في البرازيل ولا لا. طيب يعني قبل ما نشوف برضو الدوري او الدوري الايطالي، برضو انتقالات كبيره جدا جدا، قبل ما نطلع فاصل عايزين نعرف منك بالنسبه للانتقالات ورؤيتك للليجا الاسبانيه السنه اللي جايه، هل الدفعه المعنويه والصفقات اللي جايبها طبعا تشافي